زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم معرض قلفود 2018، أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى العالم، والذي تستمر فعالياته حتى 22 من الشهر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. وقد تفقد سموه خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعات وردهات المعرض الذي يغطي قرابة 1,000,000 قدم مربع من مساحة مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه أكثر من 5,000 شركة، منها 120 جناحا وطنيا و4 دول جديدة. وتعرف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي خلال جولته في المعرض الذي شهد انطلاقته الأولى قبل 3 عقود في العام 1987 على أحدث ما توصل إليه قطاع صناعة وإنتاج الأغذية والضيافة من ابتكارات على مستوى العالم، والذي يشارك فيه هذا العام أكثر من 1,300 شركة جديدة. وتشهد دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة من حيث التصميم والتخطيط وتجارب الزوار، بهدف تعزيز الاستفادة من فرصه التجارية القيمة. ويركز معرض قلفود 2018 هذا العام على قطاع المشروبات ومنتجات الأغذية الجاهزة، إلى جانب تسليط الضوء على 8 قطاعات رئيسية. وتشارك 1,000 شركة وعلامة تجارية متخصصة بتصنيع وإنتاج الأغذية الحلال، الذي يعد أضخم معرض تجاري متخصص بالأغذية الحلال على مستوى العالم.